شوي فادي لا تغزوني يا شباب لا تغزوني بس فرحان ومبسوط كثير كثير وجاي خبرية يكون حلوة كثير كثير إيش الماما خبرية حلوة إنك مسحوب اللي ما قرأك طب نحلو مغرص بعدي بعدي يا جماعة يا نسكي الهيئة مخرج حفلة التعارف يعني أنا مخرج الحفلة كلها يا زلمة لك كيف جاج الدنيا يا زلمة ولك هلا وقت حفلات هلا ولك الفحص على الباب بعد 10 أيام ما حدا منا قال ولك كلمة هلا وقت حفلات هلا إيه بالله يعني هلا الحفلات يعني والله أنت شو بك أنت والله ما بعرف بدك تضلك يعني هنت هيك يعني شو درس يا عمي حبيبي القصة كلها ما بتستغرق معي يومين نصوصي كلها جاهزة بعدين راح أخذكم كليتكم تبسطوا معي بالحفلة إيه والله وأنا بعرف والله بدي مسي والله مرة كنا وأنا كمان وراضي أيمن لك الكر لك الكل بدي مثل أنا المخرج لك أنا المخرج أنا بدي بس كل أنت بدي مثل لك إيه وين المشكلة وين تعبت مني يا رصان أنا بمثل مليح بتتذكر الحفلة الماضية رامز أعطاني جملة هالقد قد حفظني يا خير الله بس أنا اشتغلت عليها تمام التمام التمام بلشت المسرحية من هون يا شباب وأنا قلت لكم إياها من هون الجمهور فقع ضحك طارت عقولهم ما يسعد الله وشو هالجملة اللي طيرت على العالم بالله حاضر يا مولاي يا مولاي حاضر أمرك يا مولاي يا مولاي أمرك والناس لكن مش فاروق مين فاروق ومن بعد ما شفت لك المخرج رامز إلا حمل حاله ونزل وقال نزلوا من هالمسرح نزلوا له الخبيثة لكان غير مني تافه خاف أطلع أحسن منه وطفيه بس من يومها بطلت التمثيل لا اعتزلت ولك خير ما فعلت يا دب يا شباب مو هو المشكلة أبرود ممثل جيد ومنيح المشكلة إنه ما عنا غير يومين للحفلة والحفلة 16 بالشهر واليوم 13 بالشهر الشغلة ما عاد فيها مسح بلو كيف لك كان والله 13 فيها مزح أنا متى مسي ولك يا غسان حتمثل بس استناني شوي أبو الفهد نحن معك على قدم الوساق بس فيك تقلي يعني هي النصوص اللي طلعت معكم تألفتها كيف طلعت معك بهالسرعة حبيبي هي النصوص عندي اياها من السنة الماضية لك بعرف بس رئيس الهيئة تبع السنة الماضية ما وافق لك عليها كيف لحتى السنة وافق لك عليها وليش ما عطاها لرامز مع انه رامز رفيقه وانت ماك رفيقه ليش ما قلت لك لا ما قلت لي بالله ما قلت لك والله ما قلت لي ابو الفوز معقول ما قلت لك بقول ما قلت لي شوف الحكي ولا ما قلت له يا زلمه توشتوا لك او شو بك انت اخي انا ما بدي اعرف منيح اصلا شو دخلني برئيس الهيئة او رامز انا ما بدي اعرف ولا تقول لي منيح ولا بدي مثل زعلتوا يا زلمه شباب لك يا زلمه يا حبيبي شو بك بتحمل مزح يا سيدي قلت له فكره فوتته فيها ب 600 حيط شلون قل لي استطعت اني ادمج نص من المسرح العالمي بصبغه شرقيه عربيه اصيله اي بالله بحب هاي الاصيله هن انا بحب ندمج بعضهم يكونوا مع بعض كل واحد لحاله بدكم خيي انا معك يا زلمه كرمال ولا الله كيف انت اخذت بكالوريا خيي اي متى هدي بدنا هاي الشرقيه الصبغه بحياه امك خلاص غسان ابو نص لسان بحياه امك كمل فادي كمل استطعت اني ادمج نص من المسرح العالمي لويليام شكسبير اسمه روميو وجولييت كلكم تعرفوه بعرفه دمجته بمسلسل بدوي اسمه جواهر يا عيني عليك يا ابو الفود ما ازكاك كمل عيني قال يا عيني كمل بحيات امك اتركوا لفادي كمل احسنت عمر تقاطع بين اللغه العربيه والاجنبيه وخلط بالافكار والطقوس الشماليه الشرق اوسطيه وفيها حس انساني عالي كتير وعاطفه جياشه وتوليفه كامله من المشاعر تخيل ان روميو بمسرحيه شكسبير صار اسمه عنا بالنص حمدوميو وجولييت صار اسمه عنا بالنص جوهرييت وكلياتنا نعرف العلاقة الحميمة علاقة الحب اللي بيناتهم العلاقة السامية المتفانية حتى الموت بالنهاية وشكرا لتعاونكم وحيات الله شي بيطير عالية فيك دخيل عينك يا ابو الفود دي لماما تبعت لها طويز مخصوص وحيات امك حلو يا بالله وحيات امك حلو بس عمي ايمت هذا اللي مش مو بعضهم بيسوي نفس الشيء بدي اصير اشقر انا بالشرقية استاذي الكريم حتصير ان شاء الله المسألة مسألة فكر يعني ما في شي بيجي مجاني ابدا غسان شو يعني مسألة فكر مسألة مدرسة مسائل الكيمياء شو دب هيك لا والله ما هيك استاذ بابي هلا بتعرفت انه الحكي اللي حكيته كل هذا بده شغل ونحن ما معنا وقت كثير بقى شو في يعمل الامتحان وانا قلت لها الماما يعني انت امي وامي كلامك مزبوط الشباب لازم يكسفوا بروفات لانه بقى ثلاث ايام معرض
انا اخذ سلفة 3000 رح نشتري فيها ملابس ونستاجر جهاز صوت ومكسر وأورج. شباب بدي همتكم الله يرضى عليكم، بدي شغل يطلع 100%. ايه بس وين بدنا نعمل بروفا؟ هون بالبيت يا حبمبم. هون بالبيت؟ طبعا بالبيت، قاعة البروفات محجوزة، البروفات بالبيت، وين المشكلة؟